الزراعة بورية بإقليم خنيفرة والمساحة 53400 هكتار، لم تتجاوز بها التساقطات المطرية هذا الموسم 445 ملم. عملية الحصاد تكشف عن مستوى الإنتاج. العام فايس كان كيعطينا هذا الفدان فاش كنحصدوا 35 قنطار في الهكتار، هذا العام كيعطينا ما بين 10 حتى 15 قنطار في الهكتار، واللهم لك الحمد عقبال العام الجاي ان شاء الله يكون شي موسم جيد. بالنسبة للعام الفايت كيعطينا الكتار 83 بالا، هذا العام كيعطينا 25 30 بالا في الكتار، واللهم لك الحمد. بالنسبة للشتاء ما طاحتش بزاف، وكنحمد ربي ونشكره باللي كاين، اللهم لك الحمد. تحصيل المنتوج السنوي من الحبوب والذي يصل معدله الإجمالي إلى 34,340 طنا تساهم فيه يد عاملة وآليات تجلب من خارج المنطقة. كنا خدامين في منطقة الشاوية، منطقة الشاوية شوية أحسن من الأطلس، الأطلس ناقص شوية، كنا خدامين تما ب 35,000 فرنك 30,000 فرنك، حنا دابا خدامين في الأطلس 30,000 فرنك، الحالة شي شوية ناقصة. العام اللي فات الحمد لله كان الخير، كان القطار كيعطي حتى 100 زبالة، هذا العام حتى كتشوف في قضية شوية ناقصة، القطار كيعطي هنا كيعطي 30 بالة هذا العام، حنا كنباليو بجوج دراهم البالة، راك كتشوف الحالة ماشي بحال العام اللي فات. الزرع ضاوي مزيان هذا العام، اللون عادو زيد. القمح الطري في مقدمة أنواع الحبوب التي يتعاطى لها الفلاحون بالمنطقة، 23,000 هكتار تعطي سنوياً ما معدله 16,100.